اهلا وسهلا بيكم في ساندويتش وحاجه ساقعه. النهارده هنعمل ساندويتش بسيط جدا، سهل جدا، مكوناته موجوده، الموضوع مش صعب. هنعمل دلوقتي ساندويتش سلطه اوروبي، ده مشهور قوي ومستشفيات بسيطه اللي ممكن تعملوها في اي وقت. المكونات بتاعتنا مكونات كتير شويه بس هنحطها كلها مع بعض. في فلفل اخضر، جزر مبشور، كرنب ابيض مبشور، فلفل حامي، زبادي، كريمه لباني، ومستارده، جبنه تشادر متقطعه شرايح، بصل احمر، مش بصل ابيض، بصل احمر هيبقى احسن بكتير مع الساندويتش ده، وفلفل ابيض، وعصير ليمون، وبهارات مشكله. هنجيب دلوقتي بول كبيره كده نحط فيها كل مكونات. ده اسهل حاجه في الموضوع، كل حاجه كده مع بعض. طبعا الفلفل الحامي لو عايزين تقللوه شويه ممكن برضو كده هيبقى كتير. البصل، البصل برضو كميه بسيطه. مستردة، مستردة معلقه عشان تدي طعم للساندوتش. رشه كده كويسه من الفلفل الابيض، الفلفل الابيض عشان خاطر مش عايزين مكونات لونها يتغير. رشه بهارات، عصير ليمون، جبنه تشادر، كريمه لباني، حاجات كتير بس هيطلع جميل جدا، والزبادي. كده نقلب بقى كله على بعضه. طبعا كالعاده بس نتاكد ان كل حاجه اتقلبت مظبوط مع بقيه المكونات. ده من اسهل واحلى ساندوتشز اللي ممكن تتعمل، ما ياخدش مجهود، ما ياخدش وقت، ما فيهوش اي تجهيزات كتير. يعني كده حتى لو عندكم سلطه ممكن تبقوا تجيبوا مثلا يعني شويه جبنه معاها وتحطوا معاها شويه يعني جبنه تشادر، تحطوا معاها زبادي وتحطوا معاها كريمه اللباني وتقلبوهم مع بعض وتعملوه زي بالطعم اللي انتوا عايزينه، يبقى انتوا كده الساندوتش جاهز. بالتالي ده هيبقى أفضل لو قطعنا الحروف بتاعت التوست. عشان الساندوتش ده الساندوتشز اللي هو يعني مش ناشف طعمه، عندنا مكونات كتير، هيبقى أحلى لو احنا عملناه كده. طعم كل حاجة هتبان، هيبقى منعش كده. نوزع بس كل حاجة كويس. بس كده. بسيط، ممكن برضو نقطعه عشان شكله بيبقى أظرف. المكونات كلها كده تظهر، الوان ساندوتش تبان. نجيب مع جارنش بسيط كده. تمام كده الساندوتش بتاعنا جاهز، ساندوتش سلطه اوروبي، ساندوتش وحاجه ساقعه من هنا وشفا. We'll be right back.
النهارده هنعمل كوكتيل الاناناس والجوافه. المكونات بتاعتنا ابو حلقات اناناس، جوافه متقطعه طبعا وجاهزه، سكر للتحليه، شويه ميه وموز. نجيب الخلاط، الجوافه الاول كلها، شرائح الاناناس كلها برضو، موز، طبعا هو باين ان هو هيحتاج ميه ما ينفعش نخلطه كده، شويه سكر للتحليه، كده جاهزين للخلط. نخلط. تمام، لون الجوافة باين طبعا، قوام مظبوط، لا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي، بالظبط اللي احنا عايزينه. كده العصير بتاعنا جاهز، ساندوتش وحاجة ساقعة بالهنا والشفا.